توفي 3 أشخاص أمس الاثنين في منطقة سيدي علال التازي قرب القنيطرة، فيما يوجد 18 آخرون تحت المراقبة الطبية إثر تناولهم مادة كحولية غير صالحة للاستهلاك وإصابتهم بتسمم. وحسب السلطات المحلية فإن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية، حيث تم توقيف شخصين يبلغان من العمر حوالي 41 و 21 سنة وضعا تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الإقليمي بالقنيطرة في انتظار تطورات حالتهما الصحية لإخضاعهما لإجراءات البحث القضائي للاشتباه في تورطهما في صناعة وبيع مواد مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها. وقال المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان في بيان أن حالات الوفاة تمت إثر تناول الأشخاص مشروبات كحولية فاسدة من نوع الكحول الطبي المعروف باسم سبيرتو الذي يستخدم كمادة معقمة في الصناعات الصيدلانية.